مشاهدينا، يعاني الكثير من الأشخاص من انحناء الظهر أو التحدب، وهو انحناء في العمود الفقري، وأكيد يؤثر على مظهر الجسم ويسبب فوق هذا آلام للظهر. فرح نتعرف على بعض التمارين الفعالة في علاج التحدب الظهر واستقامة بشكل صحي مع الكوتش علي الغيلان، مدرب رياضي. صباح الخير عليك كوتش. صباح النور، صباح الجمال على جميع مشاهدينا. الله يسعدك. طبعا في أشخاص حقيقي يعانون من هذا التحدب، وفي أسباب كثيرة. لو تحدثنا عن تحدب الظهر وحتى أسبابه. التحدب الظهر البسيط، لأن في تحدب مرضي، هذا طبعا متخصصين فيه أهل العلاج الطبيعي أو الأطباء العظام. لكن التحدب البسيط اللي ينتج من ضعف عضلة الظهر أو قوة عضلة الصدر أو كلاهما مع بعض، هذا ينتج عنه تحدب في الظهر بسيط، ويسبب مع إهماله مشاكل كبيرة، منها في التنفس، منها في تقلصات عضلات البطن، وأشياء ممكن القائمة تطول. لكن حنا دائما نقول أنه البداية قبل التمارين تكون في تعديل قوامنا في حياتنا اليومية. يعني مين الأكثر عرضة لهذا التحدب الظهر البسيط؟ هل نقول أشخاص دائما يستخدمون الجوالات، أو اللي دائما مثلا ما يحاولون يعني يجلسون بطريقة مستقيمة؟ الحقيقة أنه أكثر ناس شريحة عرضة للتحدب اللي عندهم أعمال مكتبية، أو مفروض عليهم أعمال مكتبية، والأعمال المكتبية مو هي السبب، لكن هم طريقتهم في أداء المهام أثناء الأعمال المكتبية هي سبب أحيانا التحدب. حلو. احنا امس بعد اطرقنا لبعض التمارين، الاشخاص اللي دائما يقعدون في مكان واحد يمكن بسبب شغلهم، او اذا كان نقول العاب الفيديو جيم. فالحين حابين نتطرق لبعض هذه التمارين المهمه لكل شخص عنده تحدب من النوع البسيط طبعا، اللي ما له دخل اي تدخل جراحي. فحابين نشوف ايش هذه التمارين الفعاله والمناسبه. انا جهزت اليوم 3 تمارين بسيطه، أتمنى أنه الجميع حتى لو ما عنده تحدب يمارسها في البيت، حتى لو كان رياضي، وحتى الرياضيين برضو، حتى الرياضيين اللي فيه اللي يمارسون أعمال مكتبية 6 ساعات 7 ساعات أي إن كان، لابد أنهم بين 20 دقيقة 30 دقيقة يعملون هذه التمارين، سواء بالأدوات اللي حنا نسويها أو بدون أدوات. الموضوع سهل جدا. طبعا اليوم راح أسوي التمرين الأول، حبل المطاط المفترض أنه يكون في كل منزل. ليش؟ لأنه جهاز يعطيني أو أداة تعطيني مقاومة في أي مكان، ممكن أشيله معي الدوام، ممكن أشيله معي في السفر، ممكن أشيله معي في الأماكن العامة، فهو يعطيني مقاومة لتعزيز الصحة. طيب، التمرين الأول يفترض أنه يكون معي حبل مطاط، راح أخلي الطرفين متساويين، ما نتمرن بالشكل هذا، لا، ركزوا معي، راح نتمرن ونفتح علشان نقوي عضلات اللوح مع عضلات الكتف. نسوي بالشكل هذا، فيها لفة على وراء، ونستخدم 10 عدات أو 15 عدة ونريح. بعدين نستخدم برضو نفس التمرين 10 عدات أو 15 مرة. بعد ما نخلص التمرين نخلي الأداة وناخذ المرفق بالشكل هذا، نسحب إلى صدري علشان أسوي تمدد للعضلات اللي مرنتها، لكن بشرط وجهي ما يكون بالأمام، يكون عكس كف اليد بالشكل هذا، واحسب فوق 7 ثواني مع التنفس علشان الأكسجين يستخدم أو تستخدم العضلات بشكل أعلى وكفاءة. نفس الشيء، أخذ يدي ومد واسحب على داخل وناظر العكس، راح نلاحظ أنه هناك أريحية جدا في لوح الكتف وفي عضلات الكتف، العضلات اللي قاعدين نسوي مجموعة تقوية لها، بحيث أن كل تمرين له إطالة. طيب، التمرين الثاني أستخدم كل رجليني، أحاول أقصر الحبل، راح أسحب على داخل بالشكل هذا، بشرط يكون ظهري مستقيم ورجلي فيها انثناء بسيطة، وأسحب على بالشكل هذا على الداخل، تكون يدي محايدة ما تكون مبسوطة،
ولا معكوسة تكون محايدة بالشكل هذا. نفس العدد طبعا راح أسوي 15 عدة أو 10 عدات للمبتدئين. بعد ما نخلص المجموعة الأولى نسوي إطالة ونتنفس بالشكل هذا، نفتح لوح الكتف والظهر وناخذ التنفس. أهم شيء بعض الناس لما يجي يسوي إطالات يكتم نفسه فيشعر بدوخة أو يشعر بعدم كفاءة الإطالة، فنتنفس بشكل طبيعي علشان تكون المجموعة الثانية أو الثالثة كل واحد على حسب لياقته أكثر كفاءة. ونسوي التمرين نفس الشيء بالشكل هذا، احفظوا التمرين واحفظوا التكنيك. ولا نبغى الواحد يكون سريع، لا، ثانيتين أربع ثواني، ثانيتين أربع ثواني، ثانيتين، علشان نسوي شحذ كبير للأعصاب المغذية للعضلات. بعد ما نخلص برضو نسوي إطالة بالشكل هذا. ودائما دائما في وقفتي في جلستي من الأسباب برضو أنه الكتف نازل، لا، دائما خلي الكتف أو الصدر مستقيم ومو مبالغ، بحيث أنه ما تكون هناك اللي هو تصلب في العضلات أو تيبس فيها. التمرين الأخير، كلنا عندنا حائط في المنزل، راح أحط يدي بالشكل هذا. هو تمرين إطالة أكثر من كونه تمرين مقاومة، لكن راح ألف وأدفع بالشكل هذا. لاحظوا الحركة بسيطة، لكن الهدف مثل ما قلت لكم، إذا ما في توازن عضلي بين عضلات الصدر أو قوة عضلات الصدر وعضلات الظهر راح يكون عندي بداية تحدب. فأنا غالبا يكون عند بعض الأشخاص اللي عندهم تحدب أولي يكون عندهم قوة في عضلات الصدر، أو إذا صح التعبير عضلات الصدر أقوى من عضلات الظهر، فحنا قاعدين نسوي تفكيك لها بسيط بالشكل هذا. نفس الشيء لليد الثانية، نفس الشيء لليد الثانية، راح أسوي اللي هو الإطالة بالشكل هذا. طبعا أحسب 10 عدات. راح نلاحظ أنه التمرين الاستطالة للعضلات بعد جولتين التمرين بيعطينا راحة كبير، لأنه الدم راح يعني يكون متوفر، وتروية دموية راح تكون متوفرة للأجزاء اللي ما وصلها بسبب اللي هو بدأ التحدي. مع الاستمرار راح تكون نتائج جدا مذهلة. صحيح. ما ننسى بعد كوتش علي طريقة استخدام الجوال اللي حتى فيه انحناء دائم ووقت طويل لمنطقة الرقبة، هذا بعد يأثر بالضبط من ناحية الألام بالظهر والجلسة تقوصها. والجلسة برضو اللي تكون أرضية، الجلسة اللي تكون أرضية بشكل إكس الرجلين، أو يعني تكون الرجلين تحت الفخذين، هذه برضو أغلب الناس يكون فيه ضعف في يعني إذا صح التعبير، ضعف من ناحية اللي هو انكسار الظهر للأمام. بالتالي مع الاستمرار بهذه الطريقة اللي يجلس طويل جلسة أرضية راح يكون عنده برضو بداية تحدب. طبعا كوتش، لو صار لوقت طويل راح تجيهم اعراض اخرى، لو تذكرها. طبعا من ضمن الاعراض اللي راح تجيهم الحجاب الحاجز راح يكون مشدود، بالتالي يكون التنفس عند الشخص بسبب انه شد هذه المنطقه. احنا قلنا اذا كانت المنطقه هذه مشدوده والعضلات الخلفيه غالبا تكون مرتخيه راح يكون ياثر على اللي هو العضو. والشيء اللي ممكن البعض ما يعرفه انه إذا ما في توازن عضلي، يعني هذه العضلة الأمامية يوازنها أو يواجهها اللي هو العضلات الخلفية الظهرية، فبالتالي أي خلل في التوازن مو بس بتحدب، لا، برضو راح يكون العضو اللي الداخلي سواء الرئتين سواء كله راح يكون في مشاكل. لكن إذا تطور الموضوع وصار الموضوع مو الشخص قاعد يهتم في علاجه عند المتخصصين، صح، لأن يكون لهم كذا تقوس فيضغط على باقي الأعضاء. بالضبط. شكرا لك كوتش علي الغيلان مدرب رياضة، تحدثنا على كيف نقوي العضلات الظهر بحيث نتجنب التحدب، أو لو أحد عنده تحدب البسيط راح يساعده بإذن الله ويستقيم ظهره. وما ننسى أن تقوية العضلات راح تحمي بالمقابل العظام. طبعا راح نكمل.